سيبها نص التاني نبكي هادوك يصوب فوق ندعي هادي وبركة بيان سور الكليب ان شاء الله هو اللي غادي نشاهدوا لا بروجيكسيون ديالو اليوم ان شاء الله ونتمنى يعجب الناس لان خدمنا وتعبنا عليه وماشي من السهل انك يعني تقنع الناس او توصل لهم البرودوي ديالك ونتمنى ان شاء الله يكون عند حسن ظن الناس اللي كيتبعونا هو من انتاج 100% فريد غنا وما نساوش بيان سور لي سبونسور اللي وقفوا معنا بزاف اللي كنشكرهم اللي وقفوا معنا بزاف في الكليب ولي سبونسور اللي كيمولوا هاد السهره هذه اللي حنا حاضرين فيها هو ما كانش شي سبب غير هو ملي كنت خرجت الاغنيه ديال بلغانا كنا لعبنا درنا شويه الماركتينغ ودرنا هاد القضيه هذه لان الناس ولفوني بواحد اللوك وبغيت زعما ندير واحد الانطلاقه جديده بهذا الستيل هذا وداك الشيء شونجيت لو لوك فوالا ماشي ساهل بيان سور لان كما كنشوفوا كان الناس يعرفوني مع جروب مايرابان وقناوه الفيزيون وباقي كندير داك الشيء ولكن بهذا اللوك هذا جديد وماشي من السهل انك تبدل لوك سي فري ولكن الحمد لله الناس عجبهم هذا اللوك هذا هو لي بليزون كان عندي شويه تخوف ولكن الحمد لله الناس عجبهم اللوك بزاف الري راه دائما كنت كنديرو غير بحال قلتي ما عطيتوش الوقت بزاف كنت مشيت للبرنامج ديال دو فويس والناس عجبهم الاداء ديالي في الراي انا الراي راه كنت كنغني ملي كنت باقي صغير يعني من سن المراهقه ديالي كنغني الراي وكيعجبني الراي وموجوع بالراي وانا اصلا الطريقه باش كنغني واخا كنت كنغني في زو كنغني ان بي بوراي غادي غير الراي ما كنتش كنتج اغاني ديال الراي دابا وليت كنتج اغاني ديال الراي ديالي فوالا ما بقاش كيأثر عليا الحمد لله بحكم التجربه الاقدميه ما بقاش كيأثر عليا اننا كنسدو دنيا كنسمع انا اشاعات ما نكذبش عليك انا الانتقادات كنسمعهم وكنتسنت الناس اش كيقولوا وكنتبع النصائح ديال الناس وكنسمع الجمهور ديالي وكناخذ النصيحه ديالو وبالنسبه للاشاعات هذاك الشيء تيبقى شغلهم انا الحمد لله انا غير ما يقيسنيش الانسان في وليداتي وما يقيسنيش داك الشيء لان ديك الساعه نقدر يبان داك الوجه الاخر لان ديك الساعه كيتسمى قاصني ما الانسان عنده في كل واحد عنده حريه التعبير يهضر كما بغى انا غير ما يقيسنيش مثلا في شي حاجه اللي هي مثلا شخصيه ولا شي حاجه مثلا يهضر على الزوجه ديالي بشي حاجه خايبه ولا يهضر عليها بشي حاجه خايبه اللي غادي مثلا تطيح من القيمه ديالي قدام الناس ما الانسان عنده الحق يعبر كما بغى يقول ما عجبتوش الموسيقى ما عجبوش لولوك من حقه يهضر وحنا ماشي حنا هنا باش نقمعوا الجمهور بالعكس الجمهور حنا كنتصنتوا ليه هو اصلا الداعم الكبير ديالي انا ولا ديال اي فنان فوالا اكيد انا من المدعمين ديالي ما دعمتهاش انا شكون غادي يدعمها انا الكونتوني ديالها الحمد لله في مستوى واستضعف في وقت وجيز انها دير واحد القاعده جماهيريه كبيره وكنتمنى لها كل التوفيق سورتو دابا ولات هي مقدمه ما بقاتش غير مؤتله الحمد لله وغاديه في التجربه ديال التقديم مزيان وغادي وكتعلم نهارا وكتطور في راسها نهارا هي من الناس اللي كتطور اللي كنحيي فيها القضيه انها كتطور راسها نهار على نهار وكتخدم على راسها وتقدر تنجح في اي دومين اللي عندها لي زاتو تبارك الله كاملين باش تنجح الحمد لله قاريه وفاهمه وماشي شي سميتو وعاد الناس اللي كتبحث عزيز عليها كتبحث وكتزيد تطور من راسها فوالا اكيد كيأثر علينا لان انا ملي كنشوفها ماشي هي هذيك حتى انا كنتأثر معاها راه الزوجه ديالي هذيك راه بحال طرف من اللحم ديالي ولكن الحمد لله كنحاول نتجاوزوا اي محنه ونتجاوزوا كاع العقبات ونديروا يد في يد ان شاء الله هادشي اللي كان مرحبا الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد